صح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. انا سمعتك، اعمل ايه بقى؟ اعمل الصح. يا رب كل حاجة مفيدة. باي باي يا كوتش. لا بس بليز يا صوت غسان، لا لا. ايه اوجه التشابه اللي انتوا شايفينها ما بين طالب طب وما بين حلقوم؟ انه الايه؟ انه تايه. ايه تاني؟ بيترفع عليك. ان قالوا له اعمل الصح وسابوه، يعني وهو ما دام بيقولوا الصح ده اصلا ايه؟ ماشي. ايه تاني؟ انه واخد فكره غلط عن ايه؟ عن الممثل. لا يا بس يا رب زي اللي بيطالب طب، يعني المفروض يبقى عارف ان الممثل ده كويس يعني. طبعا ماشي. طيب ممكن يعني هنلوي عنق الامور والتماشي. ايه تاني؟ انتوا يعني شايفين اساسا ان حزلقوم ده راح ياخد النصيحه من شخص صح؟ يعني هو راح لواحد يعني ملوش اي مقومات ولا اي قدرات وبيساله، دي حاجه. طب الحاجه الثانيه، يعني انا اعتقد ان اكبر شبه ما بين طالب طب وما بين حزاوم هو ان طالب الطب مستني روشته مفصله تعمل ايه. يعني هو عايز واحد ياخده من ايده يقول له بص حبيبي انت بكره تروح تشتري الكتاب الفلاني، بعد اسبوع تخش الامتحان الفلاني، بعد كده تقطع تذكره في مركز كذا، تحضر 3 محاضرات، بعد كده تسافر هتقدم في المستشفى الفلاني. يعني هو عايز وصفه زي وصفات الطبيخ. هل ده في الواقع ممكن؟ هو اساسا مش ممكن، هو مستحيل اساسا. يعني مفيش حد فينا اصلا مساره في الحياه كان زي اللي قبله ولا هيبقى زي اللي بعده. انت كل واحد فينا بيبقى له مسار متفرد ومختلف عن التاني، فبالتالي المفروض ان كل واحد فينا يبقى بيبص للامور بنظره، مش نظره قول لي اعمل ايه. مفيش حد، محدش المفروض يفكر كده اصلا، لان هو ده الكارثه اللي احنا اتعلمناها في نظم التعليم بتاعتنا. ان في عندنا حاجه اسمها كتاب الوزاره، وفي حاجه اسمها كتاب الاسم. كتاب الوزاره ده كل اللي جواه صح وكل اللي براه يا اما غلط يا اما مش علينا، صح؟ وكتاب الاسم نفس الشيء، تمام؟ لكن هل الحياه الحقيقه كده؟ مش كده خالص. وكتاب الوزاره ده هو اللي عمل الفشل بتاع الدكاتره. كتاب الاسم هو اللي عمل الفشل بتاع الدكاتره. ليه؟ يمكن انا دايما بحكي الحكايه دي بسرعه. في 3 انواع من الاقتصاد. في 3 انواع من الايكونومي. في الاقتصاد العشوائي، الاقتصاد العشوائي ده اللي هو ايه؟ اللي هو ام محمد ركبتها وجعتها، قامت راحت تكشف عند دكتور خالد عماره في العظام، كشفت اديته في العياده 5 جنيه، دكتور خالد خد 5 جنيه وهو مروح اشترى جبنه من عند البقال، عم محمد البقال خد 5 جنيه راح اداها للراجل بتاع العربيه اللي عشان ينقل له جبنه وعسل وزيت، بتاع العربيه جه يركن عند ام محمد مسحت له العربيه وخد ال 5 جنيه. فكده ال 5 جنيه دي عباره عن حقيقه ايه؟ ورقه لفت في النص من غير اي اوت كام، من غير حاجه، يعني هو مجرد تبادل خدمات. يعني هما لو في الاخر اتفقوا ان انا هعمل لك ده جدعانه مقابل ده جدعانه مقابل ده جدعانه، خلاص. او لو كتبوا لبعض ورقه على ورقه بيضاء هي هي. الاقتصاد الاعلى منه اللي هو اقتصاد التصنيع، الاندستريال، اللي هو كانت في اوروبا من حوالي 70 او 80 سنه واللي الصين فيه دلوقتي وبتطلع منه، يعني بتعديه الصين وتايلاند، اللي هو ان انا بحفظ كتاب الوزاره عشان كلكم يبقوا مخكم زي بعض، كلكم نسخ من بعض، كلكم عارفين ان الكوادرسبس ماسل ماسكه في الباتيلر تندون، وكلكم عارفين ان البرين فيه فرونتال لوب شكله كذا، كلكم حافظين نفس الكلمات، بتطلعوا في المصنع تعملوا نفس الحركات، تعملوا نفس الانتاج، في الاخر كلكم منكم كتير. بتروح المستشفى تقول له انا عايز اشتغل عندك،
وعايز اخد 20,000 جنيه، يقول لك 20,000 جنيه ليه؟ انت في منك كتير، فاجيب منك 10 ب 500 جنيه، صح؟ مش كده؟ فده اللي هو النوع الثاني من الاقتصاد. النوع الثالث اللي هو المفروض النوع بقى اللي ماشي فيه اوروبا وامريكا دلوقتي، هونج كونج، اسرائيل، سنغافوره، الحتت اللي بتطلع لقدام، اللي هو الانوفيشن، اقتصاد الابداع. ايه اقتصاد الابداع ده؟ اقتصاد الابداع ده ببساطه ان انت بصمه مخصوصه، مفيش حد زيك، انت مش متكرر، انت اللي عندك مش عند حد تاني. هل ممكن كل واحد فينا يبقى بصمه مخصوصه وهو متميز؟ ده ممكن؟ حتى لو انا طالع الاخير على الدفعه؟ حتى لو انا ما بذاكرش؟ ممكن. وده من الحاجات اللي المفروض نطلع منها في البرنامج اللي احنا هنبقى ماشيين فيه الفتره الجايه. كل شويه هنزل تحت الترابيزه واطلع تاني، معلش بقى عشان ايه ظروف الحياه اللي عندي. نعم. ما تقلقش، هيبقى في مكان كيف. وممكن ممكن حتى يبقى اكرام لي يعني. كده طيب. ماشي كده معقول. ليه؟ ليه؟ لا فبالتالي خلاصة الكلام يعني ان احنا المفروض ان كل واحد فينا يبني الشخصية المتميزة اللي ما يبقاش فيه زيه منه، تمام؟ كل ما هتقدر تبني الشخصيه المتميزه ديت، كل ما قدرتك في التنافس جوه مصر وبره مصر هتبقى اعلى. اختصار السلايد ديت ان انت استثمر في السي في، ابني لنفسك سي في. يعني انت بتتكلم عن ناس بتوع هندسه، يقول زمان كان الشطاره ان انت تخش الشركه وانت موظف صغير، تخرج منها وانت المدير. دلوقتي مش كده خالص. دلوقتي انت الشطاره ان انت كل 3 4 سنين تنقل على شركه ثانيه بوزيشن اعلى وبخبرات اعلى. ده اللي بيرفع قيمتك. لما تروح تقول له انا اشتغلت في امريكا في الحته الفلانيه وفي مصر في الحته الفلانيه وفي سويسرا في الحته الفلانيه، غير لما تقول له انا من ساعه ما اتخرجت لحد النهارده انا في جامعه عين شمس. واكيد طبعا انتوا بتشوفوا يعني في اساتذه كتير جدا في عين شمس في الازهر هي وفي الازهر في كل حته، اللي هو حضرتك خريج ايه؟ عين شمس. بكالوريوس ايه؟ عين شمس. ماجستير ايه؟ عين شمس. نيابتك فين؟ في عين شمس. ودكتوراه؟ عين شمس. وبعد كده مدرسه في عين شمس. ويفضل مكمل معاك لغايه الاخر. طب ايه ده؟ يعني ده اللي هو موظف حكومه. ده ما يعني ده لا ينطبق عليه فكره دكتور ولا ينطبق عليه فكره استاذ جامعي بتاع ريسيرش. فمبدئيا نركز بجزئية تبني السي في بتاعك ازاي. دي بقى ايه هنخش فيها بالتفاصيل على مدى ال 12 مقابلة اللي احنا هنقابلهم على مدى السنة الجاية. أنا ببساطة أنا أستاذ جامعة عظام قطب عين شمس، في التسعينات عملت المعادلة بتاعت أمريكا، خلصت ماجستير، خلصت دكتوراه، سافرت أمريكا، قعدت هناك فترة، طبعا برضه قبليها سافرت سويسرا شوية، بعد كده رجعت قعدت هنا فترة برضه عملت الاوروبيان بورد اورثوبيدكس اللي هي يعني البورد الاوروبي في جراحة العظام. بعد كده رجعت امريكا فترة تاني، بعد كده رجعت على مصر فترة. ده كده القصة بتاعت يعني شغلتي كجراحة عظام، وهو ده المين كارير بتاعي لان انا دكتور طبيب. ليه انترست كبير في موضوع الريسيرش والابلكيشنز ان انا انشر انترناشونال؟ الحمد لله ليا يعني انترناشونال ابلكيشنز كتيره جدا، يعني سواء في جورنالز او ان انا بروح ادي محاضرات او ان انا عضو في جمعيات يعني بتاعه جراحه الازهر اورثوبيدكس، بالذات السبيشالتي بتاعتي اللي هي ليمب ريكونستراكشن وديفورم كوركشن وجراحه الازهر الاطفال. ليه انا اخترت السبيشالتي دي؟ هتشوفوا في النص ليه انا اخترتها. انما ببساطه انت اللي بيحكم اختيارك اساسا هو الفيجن الكبيره بتاعتك، النيه بتاعتك، انت عايز تبقى شكلك ايه؟ جزء من النيه بتاعتك اللي هو المفروض يبقى
انت مجتمعك ايه. وعشان كده الجزء الثالث مني اللي هي ان انا بحاول ابقى انسان ايجابي في مجتمعي، بحاول اغير في حاجات، سواء بقى دخلت النقابه، مجلس نقابه الاطباء، ان المشروع اللي احنا عاملينه بتاع مشروع بناء الانسان، مشروع طبيب حكيم ناجح، كل الحاجات ديت اللي هو ان انت بتحاول تخدم مجتمعك. من ضمن الحاجات ديت بتلاقي ان كل الثلاث جزئيات دول المثلث ده بيخدم على بعضه. يعني مفيش واحد يقول لي يعني معنى كده ان انا هسيب الطب واقعد ادي محاضرات ازاي الدكاتره يبقوا كويسين. يعني مفيش انسان فاشل يعلم نجاح. يعني ودي من الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها، انت لما تروح تدور على نصيحه زي ما قلنا زي كده قصه حزلقوم، تدور على شخص فعلا حقق نجاح عشان تسمع منه، انما اروح لواحد ما نجحش اصلا. طب وبالتالي لما انا قبل مثلا ما اعمل مثلا معادله بتاعت اي سي كي اروح اسال واحد ما عملش الامتحان او مأجل او مكسل، هو هيقول لي ايه؟ يقول لي صاحبي يا ابني مش واخد نيابات ومفيش وبتطلبوا العرب وبتضربوا سنين ولو عرفوا انك مصري هيحجزوك اي هبل. هو يا اما بسوء نيه يا اما بحسن نيه، لازم الكلام ده هيطلع صح ولا لا؟ انما ادور على سكسس ستوري اتعلم منها واشوف نصايح. تمام؟ فبالتالي دي الثلاث جزئيات اللي احنا فكل واحد فينا المفروض النهارده الواجب بتاعه لما هيروح هيسال نفسه السؤال اللي احنا حاطينه في الاول ده، ماذا تخطط لتفعله بحياتك التي ستعيشها مره واحده بس؟ انتوا الوقت اللي احنا قاعدينه ده احنا مش هنعيشه تاني، يعني اللحظه دي هي خلاص خلصت واللحظه اللي جايه هتخلص وبعد كده مش هترجع لك تاني. فانت ناوي على ايه بالنسبه ليه؟ الموضوع ده اهو. وعلى اساس رؤيتك للموضوع ده هتلاقي ان طريقه تفكيرك هتتغير. السؤال ده في حد ذاته لو انت سالته لنفسك بتركيز، طبعا التركيز ده يعني مش ان انا وانا متشعلق في الميكروباص يعني بفكر، لا تقعد زي كده لما مثلا بنعتكف في رمضان، زي ما بتقعد مع نفسك كده يعني تتامل، هو انا عايز ابقى ايه؟ هو انا ايه اصلا؟ طب انا رايح فين؟ طب انا عايز اروح فين؟ والاجابه على السؤال ده على فكره محتاجه قدره على الخيال اكتر من قدره على العقل. العقل وظيفته مش في ان انت يحط لك فيجن ورؤيه. العقل وظيفته ان هو يقول لك تحقق الرؤيه بتاعتك دي ازاي. هو احنا اللي بيحركنا اساسا العواطف ولا العقل؟ لا اساسا اقول اني اكتر. كم واحد يقول العقل؟ كم واحد بيحركوا العقل اكتر؟ كم واحد بيحركوا العواطف اكتر؟ ايه ده؟ الاغلبيه عاطفيين؟ هو في الحقيقه احنا بيحركنا العواطف. حتى اللي بيقول انا بيحركني العقل هو في الحقيقه بيحركه العواطف. يعني هتقول له انت خالد عمارة انت ليه خدت جراحه عظام؟ هيقول لك عشان بحبها. مش كده؟ طب يعني عشان تحبها عملت ايه؟ استعملت عقلي وشفت ازاي ابقى ناجح في جراحه العظام؟ عملتها. نفس الحكايه في كل شيء، حتى على فكره يعني مفيش اختيار المرشحين بيبقى عن طريق العواطف مش عن طريق العقل. اللي لما انت بتختار زوجتك انت بتختارها اساسا عن طريق العواطف. طب امال العقل فايدته ايه؟ فايدته حاجتين اساسا. اولا انه يحط لك طريق تحقق بيه الحاجه اللي انت بتحبها. دي اول حاجه. تاني حاجة وده بيلعب دور كبير جدا انه بيعمل راشناليزيشن تبرير للحاجة اللي انت بتحبها. يعني واحد هيروح يتجوز واحدة اصحابه يقولوا يا ابني ده مناخيرها كبيرة جدا شكلها وحش جدا، يقول لهم بس انا درست اخلاقها وقتها طيبة. هو بيدور على راشنال عشان يبرر الايه؟ العواطف. انما اللي بيحركنا المين درايف بتاعنا هو اساسا العواطف، بس العواطف دي اساسا بتخلص وبتموت ما بتعيش. وبالتالي هو في حاجه اعلى من العواطف، حاجه اعلى من القلب اللي هي الروح. وبالتالي هو
اللي يحركك فعلا ويخليك فعلا ماشي في سكه صح مظبوطه هو الاهداف العاليه اللي ليها قيمه روحيه، مش اللي هي ان انا اصل انا بحب لعب الكوره فانا بتفرج على ماتش الكوره. لا، يبقى لما انت تدور على هدف مستواه عالي متناغم مع عقائدك الروحيه، ده بيخليك تنجح فعلا في السكه بتاعتك. ماشي معايا ولا توتو؟ ها؟ كم واحد تاني مني في الحته دي؟ ها ماشي كده؟ زي ما قلت لكم بالنسبه لموضوع الفيلم بتاع حزلقوم ده، احنا مش شغلتي اني اقول لك انت هتاكل العيش ازاي، لان انت هتاكل عيش وكلكم هتبقوا ناجحين وكلكم هتبقوا كويسين وكلكم هتكسبوا فلوس. يعني اذا كان السؤال هو انا هبقى دكتور بكسب فلوس ولا لا، لا هكسب فلوس، مش هي دي القضيه. لكن هي النقطه هي انت ازاي تبقى عايش كويس، ازاي فعلا اراضي عن حياتي، ازاي احقق اللي انا عايزه. ده احسن شويه؟ ده كده احسن؟ طب انت سمعت الكلام اللي فات ولا كل ده في الكلام اللي فات؟ هو ايه اللي مكتوب في ال هنا؟ حد يقول بصوت. انتوا عايز ثلاث تعليقات على الكتاب ده، ده كتاب مش كتاب حقيقي يعني. قول لي تعليقك على الكتاب ده. دي حاجة في دقيقة مش تلات دقايق. طيب ايه تعليق تاني؟ نظام سكوك الغفران يعني اللي هو يعني تقتل وتسرق وتاول، لكن وبعد كده اروح احج خلاص وارجع كما ولدتني امي وابتدي من اول وجديد، مش كده؟ تعليق تالت. يعني هل الكتاب ده يدعو اكتر للتوكل ولا التواكل؟ للتواكل، مش كده؟ طيب احكي لكم قصه. في مسجد ضخم جدا في اسطنبول اسمه مسجد السلطان احمد، ده مسجد حاجه يعني تحفه يعني، يعني اللي راح زار يعني هناك يعني حاجه رهيبه يعني. فمره هو اتبنى سنه 1616 ميلاديه يعني بالتقويم الجريجوري يعني. فمره رئيس العمال معدي فبيسال العمال اللي يعني شغال انت بتشتغل ايه؟ قال له انا صانع الازاز بركب الازاز. وانت بتعمل ايه؟ انا حداد بركب وانت انا بنا بحط الطوب. وبعدين في واحده ست غلبانه كده اهوت قاعده بتكنس القمر. بتكنس القمر. قال لها وانت بتعمل ايه؟ قالت له انا بشارك في بناء اكبر مسجد في العالم. ايه تعليقكم على حاجه زي كده؟ الست دي رايكم فيها ايه؟ ايه؟ عندها رؤيه، ايه تاني؟ شايفه انها جزء مهم من حاجه كبيره، وبالتالي كل لما توريليت يور سيلف لحاجه كبيره كل ما انت احترامك لذاتك هيبقى اعلى وهتضمن ان انت هتعلى. وكل ما تريليت يور سيلف لحاجه قليله كل ما هتنزل لتحت. يعني زي بالظبط مثلا الطفل اللي امه عايزاه يبقى كويس، فطول اليوم تقول له انت زفت ما بتذاكرش، كل الاولاد بيذاكروا ما عدا انت. تفتكر الولد ده طالع ايه رؤيته لنفسه؟ شايف نفسه ايه؟ شايف نفسه قليل، صح؟ في حين اللي بتقول له انا عايزاك في يوم من الايام تبقى صالح الدين، انا عايزك في يوم من الايام تبقى اينشتاين، انا عايزك تغير الكون. انت فاكرين القصه؟ انا ما اعرفش القصه دي حقيقيه ولا لا، بس ان ام سيدنا معاويه كانت دايما تقول له ان انت ستكون ملك العرب. كانت بتقول له كده وهو صغير، وهم اساسا يعني ما كانش فيه حاجه يعني قاعدين في شعاب مكه وما فيش اي حاجه. وهو كان نظرته لنفسه انه يستحق ان يكون كده. وفعلا بقى كده. يعني وبالتالي انت نظرتك لنفسك هي اللي هتخليك. فبالتالي لما واحد يقول لي انا في كليه تعبانه وبعمل وبسوي ومفيش امل،
والحال مهبب وانا مش هقدر اعمل حاجه، اللي هي نظريه المفعول به ده تتوقعوه ان هو هينجح؟ مش هينجح حتى لو هم وفروا له وسائل النجاح. يعني انا لو جبت مهندس ذكي جدا، مهندس مصري ذكي جدا، لكن عنده قناعه جواه ان المهندس الالماني احسن من المهندس المصري، تفتكروا ده ممكن في يوم من الايام يخترع حاجه يسبق بيها المهندس الالماني؟ طب تفتكروا هو غبي؟ هو مش غبي. طب ذكائه هيستعمله في ايه؟ في تقليد. هو ذكائه هيستعمله في التقليد، هيستعمله في النفاق، هيستعمله في تخليص ورق. هو الذكاء هيلاقي له اوتلت، يعني انما هتلاقي الاوتلت بتاعه مضمحل تحت، تمام؟ فانت رؤيتك لنفسك دي هترفعك لفوق وتخلي قدراتك بتستثمر في الاتجاه اللي فعلا صح، مش في الاتجاه اللي هو بتاع اللي هو زي ما يعني الطريقه اللي علموها اللي هو ايه؟ احنا عايزين نعيش وناكل عيش، يعني ما هو ده اللي بيعلمه اكلكم منين؟ انتوا ما انتوا كتير. الطريقه دي لان هي دي الطريقه اللي دايما بتخلي الناس تبقى دايما تحت. كم واحد فيكم يعتقد انه ممكن يبقى قائد؟ طب كم واحد فيكم عايز يبقى قائد بس ينقصه المهارات؟ فكم واحد فيكم شايف ان هو صعب انه يبقى قائد؟ يعني بما ان يعني الدفعه اصلا يعني بيتخرج كل سنه 13,000 طبيب في مصر، 13,000 دكتور. واحد بس، طب وحش الاثنين. طيب هنبص مع بعض كده على الفيديو ده ونشوف كده ايه الرساله برضو اللي فيه. ايه الرسالة اللي انتوا شفتوها هنا؟ اتفضل. صح. يبقى هو ابتدى بنفسه مش كده؟ وبعدين ما قعدش ايه وقف الأول كده قال بصوا بقى تعالوا مش ورايا يلا نشيل الشجرة. هو ما عملش كده خالص. هو ابتدى واشتغل كان قلقان على النتيجة؟ ما كانش قلقان على النتيجة. طب ده مش بس كده، ده كان مستمتع بزق الشجرة. يعني هو he was enjoying what he's doing، هو بيحب اللي بيعمله بيستمتع بيه.
ومحتاجش يبقى رئيس عليهم، يعني محتاجش يعمل نفسه رئيس، يعني هم من نفسهم اختاروا وقالوا خلاص هنمشي وراه، يعني من غير ما يفرض نفسه عليه. هو ايه الفرق ما بين القائد والديكتاتور؟ طب ما هو ممكن القائد يقول للناس احنا لازم نمشي في الطريق ده، ما هو ممكن يمشوا في الطريق ده وهم متضررين، هم مش عارفين، بس يعني شايفين انه مشاهم في حته وحشه. تمام، يبقى في ثقه ما بين القائد والاتباع بتوعه، في حب ما بين القائد والاتباع بتوعه، هم عارفين ان القائد ده حتى لو مشي بيهم في سكه وحشه هم عارفين ان هو قلبه عليهم مش انه عايز يسرقوا، في حين الطاغيه او الدكتاتور بيسمعوا كلامه برضه، بيسمعوا كلامه ايه؟ خوف، مش كده؟ ولو هو بص الناحيه الثانيه على طول هيعملوا حاجه ثانيه. فبالتالي انت مش محتاج ان انت تقول لي انا مقوماتي ايه عشان ابقى قائد، لان ممكن يبقى في مليار قائد. كل واحد فينا بيبقى قائد في جزء من حياته وتابع في جزء من حياته، وكل ما طورت مهاراتك في القيادة كل ما داخل لك تبقى أكثر نجاحا في حياتك. الحكاية مش حكاية هبقى قائد على مين واسمع كلام مين، لا، هي ده كاركتر، ده ستايل، ده أسلوب، ده طريقة، اللي هو من الآخر كده عايز تبقى قائد تبقى إيجابي، تبقى إيجابي، اللي هو ما أقعدش أقول طب انا ليا ايه في الحته دي؟ طب انا هطلع بايه من الموضوع ده؟ ايه السبوبه اللي هطلع منها؟ ده فيري شورت سايتد ونظره ضيقه جدا. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي انا دايما بحكيها، يعني عشان ليا انترناشونال كومبليكيشنز كتيره، في مرضى كتيره بيجوا لي من بره مصر عشان يتعالجوا عندي. طب هو انا نيتي يوم ما دخلت موضوع ان انا اعمل انترناشونال كومبليكيشنز وان انا اجيب عيانين من بره؟ لا خالص. انما كانت نيتي اعلى من كده بكتير، لكن ربنا سبحانه وتعالى اداني دي فوق البيعه، اداني جايزه، ودي الحمد لله رب العالمين. يعني فبالتالي الموضوع انت امشي حسب رؤيه عاليه هتلاقي حاجات ثانيه هتجيلك، ما تبقاش قلقان على السفاسف الصغيره يعني. اتفقنا؟ في كتاب ظريف اللي هو اسمه سويتش، سويتش ده اللي هو ازاي تغير حياتك، يعني ازاي انا عندي عاده وحشه ازاي اغيرها؟ فبيقول لك تخيل ان، او يعني خلاصه الكتاب ان في طريق، الطريق ده مكسر وبايظ وكده، وفي فيل وانت راكب الفيل وبتقول للفيل احنا عايزين نمشي بالطريق ده. الفيل مش راضي يتحرك لان الطريق وحش والفيل اصلا عنيد والفيل ضخم، مع انك انت عارف ان الطريق ده هو الطريق الصح، بس الفيل مش راضي يمشي بالسكه دي. فانت العقل، الفيل هو العواطف، الطريق هو ده الطريق اللي انت عايز تمشيه. فبالتالي لو انت عايز تحقق حاجه، الحاجه دي اي حاجه، يعني واحد عايز يبطل سجاير، واحد عايز يخس، واحد عايز يذاكر كويس، واحد عايز ينجح في امتحان، كل دي طرق. تمام؟ عواطفك بتقاومك، هل انت ممكن تنزل تزق الفيل يوم الفيل هيمشي؟ مش هتعرف، انت لازم تحايل الفيل وتقنعه. وبالتالي انت عشان تعمل تغير بيقول لك ان انت مهد الطريق على قد ما تقدر، وفر الانسنتيفز والحاجات اللي تشجعك انك تمشي في الطريق ده، بحيث انك تشجع عواطفك انها تمشي في الموضوع ده، بحيث ان انت تقدر تسوق الفيل يمشي في السكه دي. طب ازاي؟ ببساطه، انا خش كليه الطب، كليه الطب دي مليانه احباطات، بلاقي مشاكل كتير جدا بقابلها، وكل مشكلة بشوفها بكتئب وارجع لورا. تمام؟ انما لو انا حببت نفسي في الموضوع الدنيا هتتغير. لو انا رؤيتي كانت عالية الدنيا هتتغير. يعني اللي بيروح يلعب كورة ده مش بيتعب وبيتعور، مش كده؟ لكن بعد اسبوع بيبقى عايز يلعب كورة ولا لا؟ ليه؟ عشان بيستمتع بيها. فانا لازم اتعلم استمتع بالطرق.
ده ينفع؟ هقول لكم ازاي. الصورة دي ايه اللي انتوا شايفينه فيها؟ ده شخص واحد. ايه بقى بيعمل ايه؟ ويطلع بقى ونفس الوقت شوفوا روحان تاني كام واحد كده بيعمل الحكاية دي؟ كلنا. وتلاقي نفسك بتعمل نفس الغلطة. احنا عندنا في حاجة اسمها السحابة السوداء. مش كده؟ كانت حرق الرز بتاع كل اكتوبر. وفي كل اكتوبر بيبقى موسم يستقبلوا فيه الاخصائيين والخبراء والمعرفش ايه يناقشوا مشكلة السحابة السوداء. تمام؟ ولما يخلص شهر اكتوبر خلاص كله يروح بحيث ان اكتوبر اللي بعدين يقوموا مبيتين على بعض ان ايه؟ نتقابل هنا في الاستوديو في اكتوبر الجاي، صح؟ مش كده؟ طب هو الانسان اصلا هو اذكى الكائنات؟ الانسان مش اذكى الكائنات على فكره. وحواليكوا احصائيه بس انتوا مش في المره دي، يعني توضح ان يعني للاسف يعني ان في قرود مش متوسط ذكائها اعلى من متوسط ذكاء المصريين. ده مش هزار، ده حقيقي. يعني ممكن تطلع السلايد في الـ يعني عملوا، ما هو في افريج، في متوسط ذكاء. تمام؟ فجايبين مثلا متوسط ذكاء مش بس مصريين، مصري هو اللي دخل في الاستادي دي طلع اذكى ناس اللي هم اللي في سنغافوره وفي النرويج، حاجات زي كده. دول 100 وحاجه. المصريين والمغاربه واللبنانيين احنا واخدين حاجه و60، القرد حاجه و80. فيعني احترف الموضوع ده. طبعا ممكن الاستاديز دي تبقى فيها بايس، انما انا يعني حواليكوا الاستادي يعني ممكن يعني، انما احنا مش اذكى كائنات. طب امال ايه اللي بيميز الانسان؟ ما يمكن القرد برضه بيتخيل، ما نعرفش. لا يا ما هو القرد شايف انه هيجي له خطر من هنا فهيمشي الناحيه الثانيه، يعني هو فيها تحكيم. طب احط لكم سؤال بطريقه اخرى. طيب قدره على الاختيار، ما احنا دينا مثال، هو القرد شايف ان هنا في خطر وهنا مفيش خطر فبيمشي حتى مفيش خطر. هنا في اكل وهنا مفيش اكل، هنقول انها فيها اكل. برضه الانسان هيتبع غرائزه، انا عايز اكل فانا همشي الناحيه دي لان لو مشيت الناحيه دي هجوع. قدره على التعلم من الخطا، انت قربت شويه. ها؟ ما ليه ما بيكررش غلطه؟ انتوا جربتوا تهش قدامك، بيحصل ايه بعد كده؟ ده بترجع تاني، هي بترجع تاني عشان تضايق؟ ما عشان ايه؟ هي نسيت الدبانه، نسيت الميموري سبان بتاع السمك 3 ثواني. 3 ثواني يعني هي كانت ماشيه، السمكه اللي قصادها شبكت في السناره فشافتها بتموت، بعد 3 ثواني هي نسيت اصلا، فبالتالي هتمشي في نفس السكه وهتتصدم. فبالتالي انت من حسن يعني لو كان السمك ذاكرته اطول شويه احنا ما كناش هنعرف نصطاد سمك خالص، لانه هيبقى عارف ان الشط بتاع اسكندريه ده واقف عليه صيادين، ما تجوش يا جماعه الناحيه دي. يبقى الذاكره هي اللي بتميز البشر. الذاكره يبقى ايه بقى اللي بيميز البشر فعلا؟ مش بس الذاكره، ما هو القرد برضه عنده نسبه ذاكره، انما اللي بيميز البشر هي القرايه، هي القدره على تبادل الخبرات. ان انا مش محتاج اني اشوف السمكه اللي قصادي اصطادت عشان ما امشيش السكه دي، لا ده انا قريت كتاب قال لي ان الحته دي خطر فانا ما دخلتش فيها. انا اتعلمت من خبرات الاخرين، وبالتالي قوه الانسان ان خبراته تراكميه. هو الكتابه اخترعت امتى؟ من قد ايه؟ بدون معلوماتنا يعني. 5000 سنه. يعني التاريخ المكتوب اخترع هنا في مصر من 5000 سنه. لكن حد يعرف الفراعنه دول كانوا ايه؟ ولا حد يعرف اي حاجه، كلها شويه حواديت وفتاوي، انما احنا اللي وصلنا شويه صخور كده وطوب
وحواديت احنا ما نعرفهاش. طب ليه احنا ما عندناش معلومات عن الفراعنه؟ لان اول اكبر اتشيفمنت اتعمل ايام الفراعنه هو الكتابه، تمام؟ بس الفراعنه كان عندهم بخل في العلم، فما كانش اي حد يتعلم الكتابه. وما ومش نعم؟ طيب الفراعنه دول قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. الفراعنه 3000 سنه، الرسول صلى الله عليه وسلم 1400 سنه. فبالتالي انت اول حاجه عملوها الفراعنه ان هم اخترعوا الكتابه اللي هو تبادل الخبرات التراكميه، بحيث ان الجيل ده اتعلم من الغلطات اللي قبله، واللي قبلي اخترع عجله قمت انا طورتها وعملتها عربيه، قمت انا طورتها وخليت حصان بيشدها، ففي تطور. بس عشان هم بخلاء كانت اللغه دي لغه محصوره في الناس العاليه قوي اللي هم الكهنه والملوك. وعشان كده لما جه الرومان والاغريق وحرقوا مكتبه اسكندريه وقتلوا الكهنه واضطهدوا المصريين واستعبدوهم، العلم بتاعهم فانش، اختفى. احنا هنقول الطب كويس ايام الفراعنه، بس احنا مش عارفين ليه ولا ازاي، احنا مجرد كده سبيكيوليشن. احنا شايفين ان الهرم ده حاجه معجزه هندسيه، بس هم بيعملوه ازاي؟ ما نعرفش. ليه؟ لان كانوا بخلاء في العلم. طب ايه بقى النكست موف اللي غيرت الحدوته؟ ان بقى اتحولت الكلمات من رسمه لحروف، اختراع الحروف، وده اللي عمله الفينيقيين. فالنكست ستيب في تسجيل الخبرات التراكميه للبشر كانت اختراع الحروف، بحيث ان انا عشان اقول لك عصفوره مش هرسم لك عصفوره، لا، انت بقى في حرف بيتنطق عين، وحرف بيتنطق ص، وحرف بيتنطق واو، فبقيت انا كتبت الحروف دي، بقيت خلاص وصلت لك الكلمه دي حتى لو ما قابلتكش، لقيت انت الورقه في مكان تاني. طبعا الفينيقيين عملوا ليه الحروف؟ عشان هم كانوا تجار وكانوا مسيطرين على كل البحر الابيض المتوسط، هم عايزين يقدروا يتواصلوا. خدوا منهم الحكايه ديت اليونان، وعشان كده التاريخ المسجل اللي احنا عارفينه بادي منين؟ من اليونان. والكارثه بقى، ودي كارثه دايما بتلاقيها في الاوروبيين عامه، ان هم حراميه، يعني تلاقي ان مثلا ابقراط ياخد الطب بتاع الفراعنه وينسبه الروح، فانا اقول ده ابقراط قال كذا وعمل كذا وعمل كذا، كان ابقراط ده مثلا طلع من ولا حاجه واخترع حاجات كتير. فيثاغورس النظريات بتاعته، يعني يقول لك نظريه فيثاغورس، طب يعني اللي قبليه ب 3000 سنه وبنى الهرم ما كانش يعرف نظريه فيثاغورس؟ مش ممكن، يعني بالمنطق كده، لكن خدوا العلم ونسبوه لروحهم، وزي ما قلنا ما كانوش بخلة زي الفراعنه، كان كل الناس بتشوف. النكست موف بعد كده اللي طورت الحدوته هي ان بدل ما يبقى الكتابه على حاجات صعبه، بقى الكتابه على ورق، اللي هو جه اساسا من الصين، وبقى الموضوع اسهل، ما بقاش حكايه باردي وبس. النكست موف اللي علت الموضوع اللي هو انتشار المكتبات، وده بقى اللي كان ميزه الحضاره الاسلاميه، ان بقى في مكتبات كتيره في كل حته، فبالتالي بقى عدد المتعلمين بقوا اكتر. النكست ستيب بعديها اللي هي اختراع الايه؟ المطبعه، اللي هي جوتنبرج لما اخترع المطبعه، يبقى ديت اللي ساعدت على تناقل الخبرات ما بين الناس. النكست ستيب بقى اللي بعد جوتنبرج كان ايه؟ مكنه التصوير. انت مكنه التصوير دي غيرت البارادايم بتاع الدنيا كلها، انت كان الكتاب لازم تجيبه من المطبعه. دلوقتي انت المذكره بتصورها من صاحبك، مش كده؟ فبالتالي دي غيرت في الانتشار، انت شايفين في تسارع، يعني في قدره تبادل المعلومات. النكست موف بعديها اللي هي الايه؟ الانترنت، مش كده؟ اللي هو الالكترونيك. بيقول لك ان لو جمعوا المعلومات يعني بس المعلومات المتوفره وحطوها في سي ديهات ورتبوها فوق بعض، هتعمل 7 عواميد من الارض للقمر. 7 عواميد من الارض للقمر، سي ديهات اللي هو سي دي تخنه ملي. يعني معنى كده، هل النهارده انت عندك نقص في المعلومات؟
انما انت محتاج ايه بقى؟ محتاج تدور عليها ومحتاج تفلترها، صح؟ انا ممكن اخش على الانترنت واكتب كليه الطب الخاصه بالعيني دي هي احسن كليه طب في العالم، حد هيقول لي انت بتعمل ايه؟ محدش هيقول لي حاجه، صح؟ واحد تاني هيكتب هي اسوأ كليه طب في العالم، هو نفس الشيء. وبالتالي احنا النهارده انت محتاج فلتر للمعلومات، هو ده من الحاجات اللي تخليك تقدر تاخد قرار في حياتك امشي ازاي وممشيش ازاي، اللي هو زي ما قلنا في الاول انت رايح تسال الشخص الغلط. خلي بالكوا ان المواضيع كلها مرتبطه ببعضيها، يعني انا وزير كويس جدا وشاطر جدا وذكي جدا وامين، تمام؟ باخد قرارات على اساس ايه؟ على اساس المعلومات اللي واصله لي، مش كده؟ الانبوت، فبتطلع مني اوتبوت قرارات. طب لو الانبوت اصلا غلط، الاوتبوت هيبقى غلط، مش كده؟ وبالتالي لازم اشوف ازاي الانبوت بتاعي يبقى مظبوط. في كتاب اسمه انسان حكيم ناجح، ده انا عنده، يعني انصحكم ان انتوا تقروه، والمفروض ان على اخر المحاضره هلاقي اللي هو كان اعلى واحد فيكم في الايجابيه واديله، يعني عشان يعني ايه؟ زي طبعا في جايزه المفروض عاملينها اسمها جايزه انسان حكيم ناجح، دي نديها في يعني في ايام بنحكم في اغسطس، والجايزه بتتوزع في اكتوبر كل سنه، دي برضو يعني من الحاجات اللي اعتقد. نعم؟ لا مش صعب، مش صعب. انتوا اساسا جواكوا كده، انا متوقع ان في على الاقل ثلاثه او اربعه يستاهلوها، صحيح؟ لا مش لازم اتجوز، لا يا عم، لا هي ببساطه اللي هو نفس الفيجن، ان انت عايز تبقى ناجح في الاربع اتجاهات بتوعك، اللي هو في الكارير بتاعك، في حياتك الاجتماعيه، وفي حياتك الشخصيه. فبالتالي كل واحد بيبعت لنا بيقول لنا انا انجزت ايه اخدم بيه مجتمعي، انا انجزت ايه في حياتي الشخصيه، انا انجزت ايه في كاريري. فانا لما بيبعت لي طالب مش هقول له انت ليه ما خدتش دكتوراه، لانه انجز حاجات كويسه في الكارير بتاعه تناسب المرحله اللي هو فيها. فهي يعني هي الموضوع يعني نسبي يعني. لا اقل من 35. لا ده احنا ما شاء الله، ده احنا كان عندنا يعني ابلكانس كتير جدا، ويعني لدرجه احنا كان عندنا مشكله يعني، وفي الاخر كرمنا 11 واحد يعني من الابلكانس. فيعني لا يعني البلد فيها ناس كتير شاطره يعني. لا ان انا محتاج اتعلم من غلطاتي ومن غلطات الاخرين. يعني يقول لك الغبي ما بيتعلمش غلطاته، والعادي بيتعلم من غلطاته، والذكي يتعلم من غلطات الاخرين. فان انا بقرب بحتك بالمجتمع، ده هيخليني اتعلم من غلطات الاخرين. فانا مش بس ان انا لازم اغلط الغلطه عشان اتعلم منها، لا ده انا بشوف الغلطه دي حصلت في حته وانا ما بمشيش فيها. انما هرجع للحته دي تاني، اللي هو ازاي بقى افلتر المعلومات اللي جايه لي، يعني ازاي اقيم المعلومه اللي جايه لي بحيث انها فعلا تبقى في اتجاه صحيح، اللي هو هياثر عليا في اني اخطط لحياتي ازاي، اختار تخصص ايه، اعمل ايه، اخد الشغلانه دي ولا ما اخدهاش، الكلام ده كله. في مالكوم جلادويل ده من الناس اللي يعني اسلوبهم حلو، وفي نفس الوقت الراجل مخه يعني مخه نظيف يعني. الراجل ده بيقول لك ان مفيش حاجه اسمها موهبه، مفيش حاجه اسمها تالنت، مفيش حد بيتولد تالنت، انما هي في انا بحب ايه. اما هتحب الحاجه هتعملها كتير، اما هتعملها كتير هتتقنها، فما هتتقنها هتنجح، تقوم تحبها اكتر، تقوم تنجح اكتر، وهكذا. وهي القصه بتاعته ابتدت ان هو كان راح في مباراه بتاعت هوكي في هو اصلا هو عايش في نيويورك، فيعني نيويورك دي في الشمال، ولايه في شمال امريكا، وعندهم يعني الهوكي اللي هو ضرب الكوره على الجليد، دي من اللعبات المنتشره شويه. فبيوزعوا دايما في اول مباراه ورقه فيها اسامي اللعيبه ومولودين سنه كام وفي شهر ايه. تفتكروا اغلب اللعيبه مولودين في اول السنه ولا في اخر السنه؟ كم واحد يقول في اول السنه؟
كم واحد يقول في اخر السنه؟ طب اللي قاله في اول السنه ليه؟ طيب واللي يقولوا في اخر السنه؟ الشتاء بيلعبوا يعني موسم؟ هي دي ما بتفرقش كتير معايا، انما هو ببساطه هو فعلا في اول السنه، اول 3 اشهر يناير وفبراير ومارس. ليه؟ لان الناشئين بيبقوا من 1/1/1993 ل 31/12/1993، صح؟ مش كده؟ ده الفريق، فريق 93 بيبقى كده، فريق 94 بيبقى من اول يناير لاخر ديسمبر وهكذا. ففي الاطفال الكام شهر بيفرقوا، بيفرقوا في الموتور سكيلز، بيفرقوا في قدرته على الحركه، بيفرقوا في الكوردينيشن. فبالتالي الفريق الاشبال والناشئين عندهم 5 سنين او 4 سنين وبيلعبوا. تفتكروا مين بيلعب احسن، المولود في يناير ولا المولود في ديسمبر؟ المولود في يناير. فبالتالي مواليد يناير المدرب بيطبطب عليه ويشجعه ويقول له انت شاطر يا حبيبي، كويس انت عملت كويس. بتاع ديسمبر عمال يبقى على دماغه وياخد احباطات. فبالتالي مين اللي هيحب اللعبه اكتر؟ بتاع يناير. طبعا دي زي ما دي probability يعني دي percent، انما مش معنى كده ان كل اللعيبه المحترفين بيبقوا يناير، يعني ده مش، انما انا بقول لكم الفايندنج اللي لقاها، وده من الحاجات اللي مهمه جدا. يعني برضو من الكتب اللي عجباني فيه اللي هي في كتاب اسمه بلينك، اللي هو هما عملوا ستادي ظريفه جدا، جم على طلبه في اول الكورس بتاعهم في اول السمستر وشافوا الدكتور اللي هيدرس لهم لمده 5 ثواني، وبعدين وزعوا لهم ورقه قالوا لهم تفتكروا الدكتور ده ظريف ولا سخيف؟ بس فكل واحد علم. بعدين خلص السمستر بعد 6 شهور وزعوا عليهم نفس الورقه، تفتكروا الدكتور ده ظريف ولا سخيف؟ فبيعلموا. تفتكروا كام في الميه طلع تطابق ما بين الورقه الاولانيه والورقه الثانيه؟ 63%. 63% منهم خمن ان الدكتور ده سخيف فعلا طلع سخيف، او ان الدكتور ده ظريف طلع ظريف. واحنا الحدس بتاعنا الانتويشن بتاعنا هو ده اللي بيحركك ليل ونهار. الشطاره بتاعتك هو انك تنمي قدرتك على الانتويشن. وعشان كده في اما بيبقى مثلا جراح محترف يبقى عنده انتويشن اللي هو ايه؟ وهو شغال في العملية يقول لا 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 احنا لو وسعنا الجرح كده مش الامور مش كويس. تقول له ليه؟ يقول له مش عارف بس يا خلينا كده. اللي هي بتاع اللحظة. ماشي؟ بعد كده بيطلع ل 62% او 63% كان صح. ويبتدي يدور على الاسباب تلاقي ان في اسباب، بس هو نمى حادثة الانتويشن. برضه من الحاجات مثلا تلاقي مثلا ايه؟ بتاع البوليس مثلا ايه في الفترة الأولانية اللي هي بتاعت الافلات الامني والحاجات اللي زي كده. فكان ليا اصحاب في الجيش واصحاب في الشرطه. فبتاع الجيش بيقول لي بتوع الشرطه بيعرفوا المجرمين. بيقول لي العربيه دي فيها حاجه. انا مش عارف، انا ما اعرفش هو عارفه ازاي، بس هو يقول لك شكل الواد ده كده مش مظبوط. وفعلا بيطلعوا كده. فبالتالي الانتويشن دوت ده مش حدس مبني كده على الهبل، انما هو ده اللي بيخلينا نسرفايف. يعني احنا اصلا السرفايفل بتاعنا معتمد على القرارات السريعه الانتويشن. لكن ده طبعا مش معناه انك تدي له اكتر من حجمه فتقول شكل كده لو حطيت كل فلوسي في الشركه دي شكل الراجل كده شكله بتاع ان كده شكله طيب وبيصلي الظهر فشكلنا كده هنطلع في الشمس. فبالتالي يعني بيقول لك انك تراست يور انتويشن، ده يعني ما تديلوش اكبر من حجمه بس برضه ما تقطعوش خالص. اللي في بتاعت الاندر دوج ديت برضه ده من الكتب الظريفه، وبرضه هو طلع كتاب تاني مكمل له اللي هو احصائيا في الحروب، في الحروب والمواجهات وحتى في ماتشات الكوره الفريق الاضعف فرصته في الكسبان اعلى. يعني غزوه بدر العدد القليل واجه العدد الكبير، مين اللي فاز؟ طالوت وجالوت. جالوت
كان العدد القليل غلب طالوت، مش كده؟ لا، ان البرسنتج بتاع ان الطرف الاضعف يفوز اعلى. يعني احصائيا كده الجيش ده واجه الجيش ده، الجيش ده كان اقوى والجيش ده كان اضعف، لان الجيش الاضعف فرصته انه يكسب اعلى. بيقول لك ممكن يكون في عوامل نفسيه ان الجيش الاقوى واثق من نفسه اكتر، او انه متحرك يعني شكله قوي وشكله كبير فيعني عيبه تهز، فبالتالي ده بيبقى عامل ضغط عليه. انما احصائيا لقى ان التشانسز دي اعلى. فيعني هو له مجموعه يعني كتب ظريفه، في برضه اللي هو بتاع تيبنج بوينت دي اللي هي بتتكلم عن تغيير المجتمعات، فانصحكم ان انتوا يعني ايه تقلبوها يعني. طيب احنا بقى بنقول ان في معطيات بتجيلنا، ده اللي هو الناس اللي هي بتكسر مقاديفها. الناس يعني هو ببساطة كان واحد يعني دي قصة، واحد كان عاصي ويعني وعلى طول بيعمل غلط، وبعدين قرر يتوب. فجاله واحد قال له انت بتعمل ايه في الجامع هنا؟ قال له انا يعني قررت اتوب. فقال له طيب شايف الحجر ده؟ انا هقعد ادعك فيه لغاية ما يتحول لإزاز. قال له مستحيل. قال له انت برضه مستحيل ان انت تتغير، لان انت كده يعني هو بمجرد ان هو بيدمر الفكره اللي جواه. يعني هو خلي بالك انا لازم هنط حاجات عشان نبقى ستيكنج تو تايم يعني، لكن في افكار كتيره يعني ياما هنلاقينا ان احنا بنرجع لها بعد كده في ال 12 مره اللي هنتقابل فيها. يعني احنا بقى دلوقتي انا عايز اختار قرار، وقلت ان القرار ده مبني على تجاربي وتجارب الايه؟ الاخرين. يعني انا عايز اخد بطنه، هاخد بطنه بناء على ايه؟ بناء على تجربتي ان انا عديت في اسم البطنه لقيت دمهم خفيف، وسالت اصحابي قالوا لي والله البطنه ديت كويسه. ماشي؟ طيب. المعلومات اللي داخله دي، فاكرها لما كنت بحكي لكم الوزير الطيب اللي بتخش له معلومات غلط فبيطلع قرارات غلط؟ طيب. ازاي بقى ابقى عندي كريتيكال مايند؟ العقل النقدي اللي هو زي ما اينشتاين كده بيقول على نفسه، بيقول I'm not genius, I'm just passionately curious. انا مجرد بس دايما بقول ليه؟ انا الحاجه ما بتعديش من قصادي كده هي كده، لا انا ببص للحاجه واقعد احللها وافكر فيها واشوف ليه هي جت كده. فبالتالي العقل النقدي ده بيعتمد على ثلاث حاجات، وده الحاجات دول اللي ارساهم الحضاره الاسلاميه. ايه هي؟ العقل والنقل والتجربه. يعني ايام فاضل لي 10 دقائق تمام، ايام ارسطو وايام الحضاره اليونانيه كان عندهم تعالي على التجربه. يعني حتى ارسطو من الريكومنديشنز بتوعه في الكتاب بوليتكس، كتاب السياسه، يقول ان ما ينفعش واحد يبقى بيشغل عقله ومخه وجسمه في نفس الوقت. فاحنا المفروض اولادنا لما نعلمهم الرياضه 3 سنين وبعد كده يسيبوا الرياضه ويقعدوا يتعلموا فنون وكتابه وفلسفه 3 سنين، وبعد كده يرجعوا تاني يلعبوا رياضه 3 سنين وهكذا، لكن ما ينفعش الاثنين مع بعض. ده كان الفكر في الفلسفات القديمه. الفلسفه الحديثه بتتكلم بمنظر مختلف خالص، بتقول الحق هو اللي بشوفه. انا حاسس ان هنا في مكتب يبقى هنا في مكتب، لكن ما تحكيليش ان هنا في مكتب، مفيش حاجه اسمها كده. اللي هي we think what we see، اللي هو ببساطه كده هو انت ينفع تفكر في قطه الا لو ما شفتش قطه؟ ما ينفعش، صح؟ لكن افلاطون يقول غير كده، يقول ايه؟ يقول انت بتشوف حصان اعرج، وبتشوف حصان ديره قصير، وبتشوف حصان احمر، وحصان ابيض، وحصان اسود، لكن في مخك كلمه حصان صوره معينه بيرفكت، اللي هو الحصان اللي رجليه حلوه، اللي بيجري بسرعه، اللي ديره شكله حلو، اللي لونه حلو، تمام؟ فبالتالي عند افلاطون انت البدايه فكره، في حين في العصر الحديث يقول لك انت البدايه تجربه. انما في الحضاره بتاعتنا لا، انت لازم تجمع 3 حاجات، عقل ونقل وتجربه. يعني ايه؟ عقل لوجيك منطق، نقل
اللي هو مصدر موثوق فيه، وان انا الحكايه دي اتجربت او انا جربتها، سواء جربتها انا بنفسي او تجارب الاخرين. انما ما ينفعش اقول ايه المشروع ده شكله حلو، منطقيا شكله حلو. هديكم مثال كده سياف دهوت. هي الحضاره الاوروبيه دي متقدمه صح؟ صح ولا؟ طيب يعني هل هم عندهم كم الخرافات اللي عندنا؟ عندهم كم الخرافات اللي عندنا؟ وبالتالي يجي يقول لي لا 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 دي حضاره ماديه ما لا تؤمن بالخرافات. روح كده اركب طياره ودور على الكرسي رقم 13. مش هتلاقي. مفيش في الطياره كرسي رقم 13. مفيش في اوتيل بره الدور رقم 13 ولا الاوضه رقم 13. ليه؟ لان هو بيتشائموا من ال 13، شايفين النحس. بيؤمنوا بالزومبيز ويؤمنوا بالفامبايرز وبيؤمنوا بالحاجات زي كده. دي في الكالتشر بتاعتهم، دي زي بالظبط كده ان انت تقول لي ده واحد هندي عالم ذره بيروح يقعد قصاد الجنيشه اللي هو راسه فيل ويعمل كده، يعني ده منطق؟ اه. فبالتالي اللي يقول لي ان اوروبا ما فيهاش خرافات، لا، هو ما عاش وما فهمش الفلسفات بتاعت اوروبا وما عاشش الكالتشر بتاعتها، هو اتفرج عليها في التلفزيون، او هو راح كده دكتور قعد هناك 10 سنين بيشتغل طب لكن ما قراش الفلاسفه هناك بيكتبوا ايه، ما شافش الكالتشر، ما شافش الفنون، ما عاشش عيشه المجتمع ده، وبالتالي ما فهمش الثقافه بتاعت الموضوع ده. هو راح وجه اللي هو ايه زي ما بنسميه كده صنايعي، يعني زي صنايعي طب كده، هو بيعرف يعمل عمليات لكن ما بيعرفش يكلم الناس، هو مجرد ان هو صنايعي بيعمل شغلانه وبيروح ما استعملش ده. فبالتالي اللي يقول لي ان اوروبا ما عندهاش خرافات، لا هي عندها خرافات. طيب واحد يقول لي بس هما بيستعملوا عقلهم اكتر. طب هو اللي بيستعمل عقله اكتر يموت 60 مليون انسان من اهله، من اهله في الحرب العالميه الثانيه بالاسلحه اللي هو اخترعها؟ هل ده ميك سنس؟ يعني هو كل التاريخ بيقول ان على المدى الطويل اوروبا هتندم بقيه عمرها، بقيه عمرها ده يعني بتكلم يعني فور ايفر على اللي حصل في الحرب العالميه الثانيه، لان هو ده كان الكلايماكس بتاع اوروبا، وبعد كده الديكلاين بتاع الويسترن كلتشر، يعني الحضاره الاوروبيه انهيارها بيترخ له من الحرب العالميه الثانيه، زي ما الديكلاين بتاع امريكا بيترخ له من ان نيكسون فصل الارتباط ما بين الدولار والذهب. يعني فبالتالي النظره البرفكشنست بتاعت انك تبص للغرب ما تنفعش. طب يبقى انا كده انا كلمتك على عقل اهو ونقل، انا جبت لك الريسورسز موثوق فيها، مش مثلا بألف لك بقول لك ان كان في حاجه اسمها حرب عالميه ثانيه وطلع ان ما فيش، تمام؟ وتجربه ان التاريخ اثبت ان كل الحضارات زي ما بتعلى بتنزل. فبالتالي بالعقل والنقل والتجربه انا كده ابص اقول اه هو الغرب ده كويس بس هو عنده عيوب، هو مش بيرفكت. طب انا كويس ولا وحش؟ كويس. انا مش كويس ولا وحش، انا برضو كويس بس عندي عيوب، تمام؟ وبالتالي حكايه ان هنا النار وهناك الجنه، لا مفيش حاجه اسمها كده. الديبانس انت بتدور على ايه؟ وانت عايز ايه؟ وعلى اساس كده بتحسب خطتك. فبالتالي انا لما بفكر في اي شيء انا بفكر فيه بالطرق دي، مش بطرق ان انا مجرد انا اتفرجت على التلفزيون لقيت شكلهم حلو. انا فاكر واحد صاحبي تعرفت عليه في سويسرا، ظريف جدا، هو يعني كان سابقني فتره، هو استاذ في الجامعه هناك ولسه موجود لحد هناك. بيقول لي هو كان يعني هو اكبر مني بحوالي 6 أو 7 سنين، فهو سافر وبعدين طبعا كان في دماغه ان يعني الناس الشعر دول تبقى يعني واحد اشقر وبيتكلم فرنساوي او انجليزي او الماني ده بيرفكت. فبالتالي اول ما الطياره نزلت وبين لقى واحد اشقر بيكنس استغرب، قال ايه ده؟ هو في شقر بيكنسه؟ يعني معقوله للدرجه دي؟ يعني شوف الـ 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 التخيل الـ الـ الصوره البايزد في دماغه. هو الريسورسز بتاعته ايه؟ افلام، شويه افلام يعني، ما يعني اللي هو ما فيهاش اي حاجه يعني، ده مجرد فيلم، تمام؟ طيب عشان الوقت احنا هنوقف هنا، بس انا عايز افرجكم على فيلمين ورا بعض، تمام؟
وبعد كل فيلم منهم هتقولوا لي الكومنت بتاعكم. متفقين؟ متفقين؟ عن كلمة فراكتال زوم؟ ما حدش سمع الكلمة دي قبل كده؟ حد سمعها قبل كده؟ ده دوكيومنتري من البي بي سي عن الموضوع ده، وفي في فيلم تاني أكتر بس يعني. The branches of trees and rivers, the crinkled edges of shorelines, share a common mathematical feature. Well, they do. Underlying nearly all the shapes of the natural world is a mathematical principle known as self-similarity. This describes anything in which the same shape is repeated over and over again at smaller scales. A great example are the branches of trees. They fork and fork again, repeating that simple process over and over at smaller scales. The same branching principle applies in the structure of our lungs and the way our blood vessels are distributed throughout our bodies. It even describes how rivers split into ever smaller streams. And nature can repeat all sorts of shapes in this way. Look at this Romanesco broccoli. Its overall structure is made up of a series of repeating cones at smaller scales. Mandelbrot realized self-similarity was the basis of an entire new kind of geometry. And he even gave it a name, fractal. Now that's a pretty neat observation. But what if you could represent this property of nature in mathematics? What if you could capture its essence to draw a picture? What would that picture look like? Could you use a simple set of mathematical rules to draw an image that didn't look man-made? The answer would come from Mandelbrot, who had taken a job at IBM in the late 1950s to gain access to its incredible computing power. And pursue his obsession with the mathematics of nature. Armed with a new breed of supercomputer, he began investigating a rather curious and strangely simple looking equation that could be used to draw a very unusual shape. What I'm about to show you is one of the most remarkable mathematical images ever discovered. Epic doesn't really do it justice. This is the Mandelbrot set. It's been called the thumbprint of God. هي دي حتة من الفيلم دوت. حد يقول لي تعليقاته. انت على فكرة اينشتاين حلم حياته كان انه يلاقي الايكويشن of everything. law of everything بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى اكيد حاطط قاعده بسيطه جدا جدا لكل شيء لكل حاجه يعني لان هو يعني بيفكر بنفس التفكير الصوفي والباطني اللي هو ان الحاجات دي كلها ظواهر لحاجه واحده قويه ليها ايكويشن معينه لو لقيناها الايكويشن دي غالبا هتبقى بسيطه جدا وهي دي اللي هي يعني كان بيسميها equation of everything ومات من غير ما يحققها. الراجل ده كان ماشي ورا نفس الحلم هو قرب بس هو برضه ما وصلش لكن هو اللي بيحرك الناس دي حلم ولا حاجه منطقيه؟ حلم اللي بيحركه رؤيه vision مش اللي بيحركه ان حسبه ايه لا هو ده بيحركه هو استعمل زي ما قلنا في الاول خالص في اول محاضره العقل والنقل والتجربه تمام؟ بحيث انه يحقق الحلم اللي هو عايزه واللي بيدور عليه، وبالتالي انت برضو لازم تبقى بتدور بنفس الطريقه.
الفيلم الاخير اللي انا هوريه لكم، اللي هو هقول لكم خلاصته. خلاصته ببساطه ان انت نظرتك للامور لازم تبقى 3 دايمنشنال او 4 دايمنشنال او 5 دايمنشنال. لازم تبص للامور بنظرات مختلفه وبوجهات مختلفه، ما تبقاش باصص احادي، ما توقفش في الطابور. مش المفروض ان انتوا تبقوا واقفين في الطابور مستني اللي قصادك ياخد تذكره وانت تقف وراه تاخد تذكره وهكذا. مش المفروض تبقى ديت طريقه تفكيرنا. Caterpillar's mouth. The
the eye of a fruit fly, an eggshell, a flea, a snail's tongue. We think we know most of the animal kingdom, but there may be millions of tiny species waiting to be discovered. A spider also has great secrets. A spider's silk thread is pound for pound stronger than steel, but completely elastic. This journey will take us all the way down to the nano world. The silk is 100 times thinner than human hair. On there is bacteria. And near that bacteria, 10 times smaller, a virus. Inside of that, 10 times smaller, 3 strands of DNA. And nearing the limit of our most powerful microscopes, single carbon atoms. With the tip of a powerful microscope, we can actually move atoms and begin to create amazing nano devices. Some could one day patrol our body for all kinds of diseases and clean out clogged arteries along the way. Tiny chemical machines of the future can one day perhaps repair DNA. We are on the threshold of extraordinary advances, born of our drive to unveil the mysteries of life. So under an endless rain of cosmic dust, the earth full of pollen, micro diamonds, jewels from other planets, and supernova explosions, people go about their lives surrounded by the unseeable. Knowing that there's so much around us we can see, forever changes our understanding of the world. And by looking at unseen worlds, we recognize that we exist in the living universe. And this new perspective creates wonder and inspires us to become explorers in our own backyards. Who knows what waits to be seen and what new wonders will transform our lives? We'll just have to see. تيد دي منظمة غير ربحية، والمفروض ان هما بينزلوا فيلم كل يوم، يعني لو واحد متابعهم. يعني دي ابلكيشن ممكن على الموبايل بتاعك، سواء الموبايل بتاعك كان يعني اندرويد او ابل، بس بحيث ان هما يا اما عايز تشوف الموست سين، يعني اكتر الافلام مشاهدة، او عايز تشوف الفيرجنز الجديدة، يعني اللي هو يعني كل يوم فيلم. ودي بتيجي من كل العالم، حتى في مصر، يعني في تات هنا في مصر، بس للاسف يعني الناس اللي هنا في مصر انا شايف ان هم زي قلتهم، يعني المحاضرتين ثلاثه اللي اتعملوا كانت اتعملوا في اسكندريه كان كلام فاضي، يعني ما كانش حاجه يعني انسبايرنج، يعني بتتكلم عن كل حاجه واي حاجه، يعني مش ما فيش حاجه يعني محدده للمواضيع بتاعتهم يعني. انما يعني خلاصه الفيلم دوت، انت اكتب تات هتلاقيها يعني وتنزلها على تليفونك، يعني دي سهله يعني، بس انت لو انت يعني في اي مكان هتشغلها، هي برضه افلام كده يعني 5 دقايق 7 دقايق بالكتير، عمرها ما بتعدي ربع ساعه. انما الخلاصه ان زي ما انتم شايفين كده، انتوا في بروسبكت كتيره جدا قصادنا. It depends انت عينك طرقت ايه؟ لان احنا وي سي وات وي نو، انت بتشوف اللي انت عارفه، لكن اللي انت مش عارفه مش هتشوفه. في فرص كتيره جدا بتعدي من قصادكم كل يوم كل يوم، تمام، لكن انتوا ما بتشوفوهاش. والمفروض ان احنا مع بعض بنفتح عينينا بحيث نشوف الفرص دي. انا مش هجيب لك الفرصه، مش هقول لك الفرصه اهي، تمام، لكن انا هوريك السكه بحيث انت تقدر تلقط الفرص دي سواء في حياتك، لان اللي احنا بنتكلم فيه ان الدكتور الناجح لازم يبقى دكتور حكيم. يعني مفيش دكتور بيعرف يعمل عمليه كويس وناجح، لا ده مش كفايه. في دكاتره كتير بتعرف تعمل عمليات كويس وفاشله، وبرضه في دكتور يبقى محترم لكن فاشل ما بيعرفش يعمل عمليات، لا انت لازم تبقى الاثنين مع بعض، لازم الاثنين مع بعض بالذات في مهنتنا، لان مهنتنا جزء كبير منها تعامل وانسان. يعني انت مش عامل في مصنع لو انت دمك تقيل زي لو انت دمك خفيف، لو انت ساكت زي لو انت بتتكلم، لا انت شغلتك فيها كل الحاجات دي.
الحاجات دي اللي احنا قلناها معاها نفتكر ان انت لازم تفهم انت مين، لازم تفكر انت ايه، قدراتك ايه، ايه اللي تقدر تعمله وايه اللي ما تقدرش تعمله. في واحد بيحب المغامره، واحد تاني يحب الحاجات المضمونه، يبقى اللي بيحب الحاجات المضمونه لازم يفكر بالطريقه دي، اللي بيحب المغامره لازم يفكر بالطريقه دي. يعني عاده مثلا يعني بالنسبه لجراحه العظام عاده واحد بيبقى بيحب الهندسه والحاجات المتجدده، واحد مثلا نسى هو عارف 5 6 عمليات يعملهم كل يوم خلاص، هو في المضمون عارف ايه القواعد بتاع 5 6 عمليات دول وضمانهم وفي ايده. انا بدي مثال يعني مش قواعد يعني. فبالتالي افهم انت ايه زائد الحاجات اللي قلناها، اعتقد ان ده هيساعدنا جدا في ان احنا فعلا تختار الكارير بتاعك بطريقه فهمية. شكرا جزيلا. لو في حد عنده سؤال بسرعه لان الدكتور مطر جه. في مليون سكة أصلاً تقدر يعني تجيب فيها